نعم، مباشرة من منتزه صابلات بالجزائر العاصمة، نحن الآن متواجدون من أجل نقل فرحة أنصار المنتخب الوطني نظرة تتويجهم بكأس العرب. معي الآن بعض المواطنون وبعض العائلات الجزائرية. نعم، وسقوا لنا على حول هذا الفوز، حول هذا التتويج. أنا فرحانين بزاف ونشكروا المنتخب الوطني ويعطي الصحة أبو قرة، وما نساوش أنك خاوتنا تونس وخاوتنا تونيك فلسطين. نعم، معي الآن كذلك السيدة شهرة اللي شفناها دارت بزاف أمور أثناء المباراة، واش تقول لنا؟ السلام عليكم. بون، كنا قاعدين على السوسبانس وكنا نتمناو باش نربحوا، والحمد لله يا ربي اللي ربحنا، وهذا الفوز نهدوه لفلسطين. 1-2-3 في فلاجيري. بارك الله فيهم، بارك الله في مجيد، بارك الله في الخليفة تاع بالماضي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الكاميرون للشعب اللي يزيد يفرح أكثر وأكثر إن شاء الله. قولي لنا على المباراة، كيفاش جوزتوا الماتش؟ كيفاش؟ والله كنا في الدار، جوزنا واحد النهار ما شاء الله، وكانت باينة الحمد لله، كانوا قايمين بها والحمد لله. شوف، بدينا من المغرب للمشرق للوسطى، شوف نقول لك ريبناهم كاع الحمد لله يا ربي. بارك الله فيك. ونشكر بزاف لا فيدات تاعنا، باسكو حنا ديما للور ديما للور، وديما الرجال تاعنا يخرجوا كاع من كنت تسنى فيها بالليلي. يا اهلا اللي جا بالليلي، قول بالليلي واش تقول؟ الحمد لله دينا لاكوب، ورانا جايين لاكوب ديمون، لاكوب ديمون ثبتوا لنا عليها. 1-2-3 فيفا لاجيري، 1-2-3 فيفا لاجيري، 1-2-3 فيفا لاجيري.